اليوم التقى الرئيس عدلي منصور وبمقر رئاسة الجمهورية دكتور علي زيدان رئيس الوزراء الليبي بحضور دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ودكتور محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية بليبيا، كما حضر اللقاء السفير فايز جبريل سفير ليبيا بالقاهرة ومحمد القطوس مدير مكتب رئيس الوزراء الليبي. أيضا رئيس الوزراء الليبي التقى المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، التقى أيضا وحضر هذا اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة. مؤكد أن هذا اللقاء بيكتسب أهمية خاصة على خلفية ما حدث من أزمة قريبة بين مصر وليبيا بسبب اختطاف البعثة الدبلوماسية هناك وما حدث من استدعاء هذه البعثة، وفي ظل أيضا الحديث عن خروج السلاح من ليبيا إلى القاهرة وأشياء كثيرة ستكون محل بحث معمق. وبنوه لحضراتكم أن بكرة إن شاء الله هيكون ضيفنا على الهواء مباشرة سعادة سفير فايز جبريل سفير ليبيا في مصر الذي سيحل ضيف علينا ليتحدث عن موضوعات متعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر وليبيا. النهاردة كمان التقى أو سيلتقي المشير عدلي المستشار عدلي منصور سيلتقي المشير عبد الفتاح السيسي لتقليد رتبة المشير رسميا، وهي أعلى الرتب العسكرية وفق القرار الصادر لسنة 2014 ليصبح المشير رقم 9 بين قادة عسكريين مصريين حملوا الرتبة. معي الأستاذ محمد الجالي محرر شؤون الرئاسة في اليوم السابع. أستاذ محمد، لو تطلعنا على كواليس مدار النهاردة في اللقاء بين رئيس الوزراء الليبي وبين الرئيس المصري. هو بالفعل أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبالفعل السيد الرئيس عدلي منصور التقى رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان، واحنا عارفين ان هذه الزياره كانت معلنه مسبقا، والدكتور علي زيدان التقى رئيس الوزراء ثم بعد ذلك التقى رئيس السيد رئيس معلنه مسبقا. يعني كانت محدد موعدها قبل الازمه الاخيره ولا هي جاءت على خلفيه الازمه الاخيره يا استاذ محمد؟ لا، هي على خلفيه الازمه الاخيره، ولكن يعني اعلنت قبلها بيومين، يعني بايام لكن طبعا على خلفيه الازمه الاخيره. لكن اعتقد انها يعني هذه الزياره كانت ستعد في القريب العاجل، ولكن جاءت الازمه ازمه الدبلوماسيين المصريين لتعجل بهذه الزياره. احنا عارفين ان هناك حدود ملتهبه بين مصر وليبيا، هناك عمليات لتهريب السلاح والمخدرات على البوابه الغربيه من في لجمهوريه مصر العربيه، وكان لابد ان تكون هناك يعني لقاءات بالاضافه الى الوضع الامني في ليبيا، الوضع الامني الغير منضبط، وبالتالي كان لابد من عقد هذه اللقاءات. اما الازمه الدبلوماسيين فهي عجلت بالفعل في هذا اللقاء. اللافت للنظر في لقاء السيد الرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء الليبي ان هناك نيه مصريه يعني لاستعاده الامور وعودتها الى الفضاء مره اخرى، وذلك في تاكيد السيد رئيس الجمهوريه اليوم عندما قال لرئيس الوزراء الليبي ان عندما يعني تنضبط الاوضاع في ليبيا فان البعثه الدبلوماسيه المصريه ستعود سريعا. طبعا هذه الزياره لها يعني عده اعتبارات ومكاسب، منها طبعا مكاسب على مستوى العمالة المصرية وشركات المقاولات، واحنا عارفين ان رئيس الوزراء الليبي طلب ذلك مباشرة من رئيس الوزراء المصري اننا نرحب بالعمالة المصرية ولا يمكن الاستغناء عنها حتى في ظل الاوضاع يعني الغير عادية في ليبيا عقب يعني انهيار النظام الليبي السابق نظام العقيد معمر القذافي. لكن الرجل اعلن صراحه عن ان ترحيبه بالعماله المصريه. انا بشكر حضرتك زميلنا الاستاذ محمد الجالي، وبعيد التنويه مره اخرى ان غدا ان شاء الله هيكون ضيفنا سعاده سفير الليبي في مصر الاستاذ محمد فايز جبريل لاطلاعنا على المزيد مما دار سواء في هذه الزياره او حتى عن مستقبل العلاقات المصريه الليبيه في ضوء اشياء كثيره جدا تعكر ربما او تطرح بعض التساؤلات عن مستقبل العلاقه بين البلدين الشقيقين. ومشاهدينا
من القاهرة مباشرة إلى أسوان التي تشهد محاولة لإحياء السياحة بها. السياحة النهاردة اللي بنتكلم عنها هي سياحة الموارد المائية. كيف يمكن أن تصبح الموارد المائية لها علاقة أو ذات علاقة بالسياحة؟ إيه العلاقة بالاثنين؟ هل العلاقة هي مجرد أن مجرى النيل مثلا ممكن أن يكون أحد أشكال السياحة الموجودة في مصر منذ سنوات، ولا في علاقة أخرى؟ كاميرا مصر في يوم كانت هناك، حضرت المؤتمر وصورت لنا جانبا منه، دعونا نشاهد. طبعا الأساس إن إحنا نحاول نعدي هذه المياه كأداة للتواصل السياحي، العنوان الذي اختارته وزارة السياحة لمؤتمر يوم السياحة العالمي لتعظيم دور المياه في التبادل السياحي بين الدول. عقد المؤتمر بمحافظة أسوان في حضور وزيري السياحة والبيئة. حركة السياحة اللي انحصرت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت أثرت عليهم بشكل شديد جدا، لكن الأساس إن احنا نحاول نشتغل ونجيب سياحة، وده اللي بحاول أعمله في الوقت الحالي أنا والزملاء. وأعتقد إن شاء الله 2014 هيكون في كل المؤشرات لغاية دلوقتي بتقول إن الوضع أفضل الحمد لله. ما نرميش الزبالة في النيل، وما نرميش أي صرف صحي، والمصانع تبطل تلوث، لأن دي ثقافة شعبية مؤسسية برضه، وإنه نعترف بإنه دي بلدنا ونحافظ عليها، ومش ما نستناش لحد ما يجي حد يقفشنا ويغرمنا ونبقى مخالفين، يبقى كده دمرنا بلدنا. اختيار أسوان لهذه المناسبة كان مقصودا، فهي المدينة ذات الطابع السياحي النهري، وهو ما تحدث عنه جميع المتواجدين بالمؤتمر. اختيار أسوان، وده أنا بشكر فيه معالي وزير السياحة ووزارة السياحة كلها بصراحة، انها اختارت أسوان لان ده الباب الجنوبي او الباب اللي هيفتحنا على افريقيا. لو احنا استغلينا نهر النيل او استغلينا او زي ما بنقول المياه كأداة للتواصل السياحي، ده فعلا هيبقى من بوابته من هنا من أسوان. الحمد لله يعني في يعني رحلات كتيرة جدا جدا، وعدد سياح الإشغال النهاردة في الأقصر حصل له طفرة كبيرة جدا، بعض الفنادق فيها 85% إشغال، الإشغال العام حوالي 45%، فده حاجة كويسة جدا. كما عقد على هامش المؤتمر بعض الندوات التي تحدثت عن النقل السياحي المائي وكيفية تطويره، وقام وزير السياحة بتسليم مبلغ من الوزارة لمحافظ أسوان كمساهمة لعودة النشاط السياحي بالمدينة مرة أخرى. إيمان الحويزي، قناة دريم. زميلتنا إيمان الحويزي التي ذهبت إلى أسوان كذلك الحقيقة أنها استضافت لنا مجموعة من القصص عن السياحة وحالها في أسوان وعن المدينة الساحرة التي تعاني من تراجع السياحة، سنبدأ في إذاعتها تباعا إن شاء الله من بكرة. إلى خبر آخر وهو خبر حزين هذه المرة، فقد فقدت الساحة الفنية فنانة رقيقة، هي الفنانة زيزي البدراوي التي شيعت جنازتها النهاردة من مسجد مصطفى محمود. فنانة زيزي البدراوي توفت بالأمس عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع من المرض. زيزي البدراوي طبعا ده مش اسمها الحقيقي، ده الاسم اللي اختاره لها حسن الإمام، اسمها الحقيقي هو فدوى جميل البيطار، وهي من مواليد سنة 1944. بدأت التمثيل في سنة 57 بدور صغير في فيلم بورسعيد للمخرج عز الدين ذو الفقار، لتبدأ بعد ذلك رحلتها مع النجومية اللي ربما كانت ذروتها حصولها على دور البطولة أمام الفنان الكبير العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، لتنطلق رحلتها إلى النجومية وتظل وجه مصري هادئ ورقيق. ما استطاعت أن تعبر عن فتيات كثيرات في مسيرتها الفنية، ثم عن الكثير من الأمهات أيضا، حيث كانت حريصة على المشاركة في أعمال عبر شاشة التلفزيون. كاميرا مصر في يوم حضرت جنازة الفنانة وصورت لنا جانبا منها، دعونا نشاهد. Yeah.
أنا بعتذر لحضراتكم عن رداءة الصوت في الفيديو السابق الخاص بلقطات من جنازة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي. ومشاهدينا بعد قليل بعود لحضراتكم ومعي ضيفي الكاتب الصحفي والقيادي النصيري الأستاذ أحمد الجمال. نتساءل هل يعيد التاريخ نفسه؟ هل تم مراجعة التجربة الناصرية وكيف يراها الذين عاصروها والذين يحاولون استعادتها مرة أخرى؟ ألقاكم بعد قليل.